جملة من الخدمات التي تقدمها المكاتب التابعة لوزارة النقل والمواصلات للمواطنين من أجل تمكينهم من الحصول على كافة الخدمات التي يحتاجونها بكل أريحية ويسر وتوفيرا للوقت والجهد. افتتاح مكاتب في بعض المحافظات من أجل دعم العمل في مديريات النقل والمواصلات، نتحدث عن مديريات النقل والمواصلات في كافة المحافظات. عندنا في رام الله أيضا مكاتب، اللي هو مكتب في ضاحية الريحان، مكتب بتونيا، في مكتب ضمن نافذة موحدة في بدو، عندنا مكتب آخر في محافظة نابلس، ومكتب في عرابة محافظة جنين مكتب عرابة. هاي المكاتب بتقدم خدمات ضمن الإجراءات والخدمات بتقدمها وزارة النقل والمواصلات، هي هدفها تخفيف الضغط عن مديريات النقل والمواصلات، وخاصة فترة الكورونا، فترة يعني جائحة كورونا اللي كان احنا نخفف التباعد وتقليل ضغط عدد المراجعين في مديريات النقل والمواصلات. جاي اطلع رخصة السواكة لانه هون اقرب على شغلي، فكثير اسهل انه اطلع المعاملات من هون، وحتى قدمت التئوريا هون كمان. كنت اروح على رام الله وانا شغلي هون، فصعب اطلع على رام الله وارجع، هون كثير سهل يعني 5 دقائق بكون خلص الموضوع. وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب إصدار وتجديد رخص المركبات والرخص الشخصية وتشخيص وفحص المركبات، إضافة إلى معاملات التنازل ونقل الملكية للمركبات وتقديم امتحانات التئوريا في بعض منها. المكتب الموجود في الأكاسي بيقدم كافة، يعني نتحدث عن ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات، يوجد فاحص مركبات، أيضا إجراء فحوصات النظرية. في مكتب الموجود في بتونيا بيقدم إجراءات تتعلق بالتسجيل وتجديد الترخيص للسائقين والمركبات. المكتب الموجود في نابلس أيضا هو إضافة نوعية، كون المديرية الموجودة في بشارع القدس، نتحدث عن شرق المدينة، المكتب هو جاء بغرب المدينة، وهناك أيضا تم افتتاح مركز فحص فني اللي هو الدينامو قريب من المكتب، بيقدم كمان الخدمات اللي ذكرناها. مكتب الموجود بعرابة بيقدم أيضا كافة الخدمات المطلوبة. هذا وتم فتح هذه المكاتب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل تخفيف الضغط على مديريات النقل والمواصلات الموجودة في مختلف المحافظات، وحتى يتمكن المواطنون من الحصول على الخدمة بكفاءة وجودة عاليتين. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.